هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، رول البطاطس تمام بالخضار واللحمه المفرومه. ايه بقى القصه؟ بص انا معايا بطاطس نيه مبشوره، دول ثلاث بطاطسيات كبار كده حلوين مبشورين بالمبشره زي ما بنبشر البصل والطماطم، تمام؟ صفيناهم تماما من الميه بتاعتهم، حلو كده. معايا شويه جبنه موتزاريلا، ممكن يعني بتاع كبشتين كبار كده بما يعادل كوبايه مثلا من الجبنه الموتزاريلا او ممكن اقل من كده. معانا شويه بقدونس مفروم، ومعانا بيضتين وملح وفلفل اسود، تمام؟ دول كده هنحطهم مع بعض وهوريكم هنعمل ايه. نيجي للحشوه. الحشوه عباره عن ربع كيلو من اللحمه المفرومه، بصلايه مفرومه او متقطعه صغير، معانا شويه فلفل الوان او ممكن فلفل رومي اخضر بس مفيش مشكله، معانا كمان يعني جزرايه كده مبشوره، معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، ملح، فلفل اسود، بابريكا، وشويه ميه سخنه ايه محتاجنا بس كده. دي كده الحشوه ودي كده الوصفه وبس. انا عايز اول حاجه اعملها الحشوه، فهنحط شويه زيت وننزل باللحمه المفرومه نشوحها، يعني معلقه زيت واحده. وعايزه انزل الاول كده بالبصل، اخد له كده تقليبه وادي له كده رشه من الملح والفلفل عشان يدبل بسرعه. وبعدين اللحمه المفرومه، ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة هيعمل لنا بقى الرول اللي انا هوريه لكم ده. كده ونعصج اللحمة كويس، كده نبتدي بقى نحط بقيه المكونات. هنحط شويه من الفلفل الالوان او ممكن فلفل رومي اخضر بس، وزي ما اتفقنا جزرايه كده صغنونه مبشوره، تمام. الريحه خطيره، ومعلقه من معجون صلصه الطماطم. نقلب الكلام الحلو ده، واحط كمان رشة ملح وفلفل، ملح وفلفل. دي حشوة رائعة اهو، تاخد وتدي كده مع نفسها شوية لغاية ما ارجع لها تاني. وهقول لكم بقى دلوقتي هنعمل ايه بقى في البطاطس المبشورة اللي معانا. بصوا يا شباب، اهو نجيبهم هنا كده جنبي. هنجيب بولة كبيرة اهو، وهخفق البيضتين مع الملح والفلفل، ملح وفلفل، مثلا نخفقها بالمعلقه دي كده اهو. وهاخد البطاطس اللي هي معصوره من ميتها خالص ونحطها اهو كده، وشوية الجبنة الموتزاريلا وبقدونس، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. البيض مع البطاطس المبشورة،
ربع ساعة بالكتير. هنلاقي ايه يعني البطاطس الحلوة دي مع البيض استوت ومسكت نفسها كده وبقت عاملة زي كيكة السويس رول. تمام، بتخرج من الفرن نبتدي نحط لها الحشوة. انا معايا واحدة اهو خارجة من الفرن، بس دي صغنونة شوية اهو. بصوا لما بتخرج من الفرن كده وبنشيلها من ورق الزبدة اهو، ده بيبقى شكلها. بصوا يا جماعة اهو، سلكها كده بالراحة اهو، تلاقوها مستوية وخطيرة. بنحط لها بقى الحشوة اللي احنا عملناها، بس بتكون باردة شوية وده يفضل يعني، فانا هحطها باردة. معايا شوية اهم من الحشوة كده بالشكل ده كده، هذا الشكل الظريف. تمام، وبعدين بقى ايه، بنرولها كده اهو اهو كده بالشكل الحلو ده. بس استنى لما اجيب بقى طبق شكله ظريف كده، ونديله رشة بقدونس. وناخد الرول الحلو ده وننزله عليه كده اهو. بس ممكن نجيب السكينة ونبتدي كده ايه نقطع منه بالشكل ده. كل واحد بقى ياخد له رول خطير، بتبقى تحفة يا جماعة. بصوا شكلها اهو تحفة، متماسكة، طعمها لذيذ جدا جدا اهو. بس كده رول البطاطس بحشو اللحمة المفرومة، وصفة خطيرة. هي مش هتحتاج خالص انها تدخل الفرن ولا اي حاجة، محتاجينها تبقى متماسكة اكتر من كده. ممكن ترشوا مع الحشوة شوية جبنة موتزاريلا، حاجة خفيفة، وبعد ما نرولها كده نرجعها الفرن كمان 5 دقايق بالكتير. الجبنة اللي احنا بس حطيناها جوه تسيح وتخلي الحشوة تقفش الموضوع، لكن غير كده احنا مش محتاجين. وادي اهو الرول، هتهنى يا استاذ داخل اهو، لطيفة جدا، فيها بطاطس ولحمة مفرومة والحشوة حلوة قوي قوي. وصفة سهلة خالص، واحنا عاملين واحدة هناك اهو، لذيذة جدا جدا. جربوها وبالهنا والشفا ان شاء الله هتعجبكم قوي. فاصل بقى بسرعة، نلم الحواويز دي كلها ونرجع بعد الفاصل نعمل تارت كده او كيك، لان احنا حاطين فيه بسكوت وملزقينه بالشوكولاتة وحاطين له صوص شوكولاتة. وصفة ظريفة جدا.